كالعادة سد هاجم من الأجنب عن طريق انتشار جميل للهيدوس ومعاه بيدرو. أدي بيدرو، الله 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 الله. عبد الله حمد الله من مواليد منطقة الجزاء بغداد، من أهم مواليد منطقة الجزاء بغداد، هو قائد وكابتن منطقة الجزاء، يسجل للزعيم هدف التعادل. أي تكتيك، أي تكتيك يا ولد، أي تكتيك من الشمال لليمين، عندك الخبر اليقين يلي اتحرمتم من التكتيك، الزعيم ناوي يعلمكم. أي والله تكتيك من الشمال لليمين للهيدوس لأوفر لاب على طول، بيدرو الظهير الأيمن، عرضية في الوقت المناسب، وكابتن منطقة الجزاء كابيتانو منطقة الجزاء يسجل بالفعل أول أهداف الزعيم، وهو هدف التعادل. كلاهما قادر، كلاهما قادر على التسجيل، مش كده ولا ايه؟ واحد واحد. تكتيك راس المرمى والاسترالي جونس، خط الظهر سلطان الغنام، عبد الله العمري، نايف الماس، عبد الرحمن العبيد، نص الملعب عبد الرحمن الدوسري ومختار علي، امامه نور الدين مرابط. فرصه 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 فرصه، الله 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 عليك يا ابو علي، الله عليك يا ابو علي، هيلاقوا زيك فين يا ابو علي. حسن الهيدوس يعدي ويمر ويفوت، وبدل ما يشوط لا بيراوغ وبعد كده بيشوط. الله 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 الله، عملها الزعيم. لسه بنقول اسماء لاعبي الفريقين مع مطلع الشوط الثاني، الا وكان لحسن الهيدوس الجناح القطري الخطير ضغط ممتاز على يحيى الشهري، ثم ضربه الراس من بدرو، ثم اللمسه الواحده، لم يكن هناك تسلل، غير متسلل، غير متسلل حسن الهيدوس. يا جماله يا جماله، بشماله حطها له بعد ما راوغ نايف الماس وسجل هدف من ذهب بل من ماس، ويسعد كل الناس من عشاق الزعيم في كل مكان. الله 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 الله، 2-1 للزعيم. الله، حسن الهيدوس يمارس هوايته في المراوغة وفي الاختيار.